السلام عليكم. ما خبرت والو من مورا. كانت واحد البارودي مع ايوب وكيلي وكان ديفاين ديالي انا وديما لي لايف ديالي وكاين دي سبيكتاكل جداد وكما كتشوف راه كاين فيرمو اليوم وكاين ميدان ان شاء الله خدامين باقي خدامين وكاين ان شاء الله سيتكم سعيد مصيري. لا لا ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل بالنسبه للمسؤولين داكشي كله كان زويون كان ناضي سكيتش الباساج كله من لابارتيغ ديالو جوسكا الفينال كان كله زويون وكان الحمد لله بخير. يعني الحاجه الوحيده اللي كاين دابا هي الخدمه. ان شاء الله في هذا رمضان على قناه شاده تي في مع الاستاذ سعيد ناصيري والاستاذه فاطمه خير والاستاذه نعيمه الياس براد بوتش وتسناونا حنا جايين. الومان شو صعيب اللي كيقول لك الومان شوف هذا الوقيته غيديروا عرف باللي راه كان عنده خزان كبير ولا غادي غير يخربق. اما عنده خزان قبل ولا غادي غير يخربق حيت الومان شو خاصها خدمه بزاف غير لا ريبيتيسيون ديالو. بالنسبه لي انا خاصك 15 يوم باش دير الومان شو. درت الفلوس شتي الفيراري راه حطها على برا لهي وشو الحطه كي دايره ما نعاودش لك. الفن المغربي راه عارفينو كي داير كيعرفوا كيدير بلا ما نقول. عيش بخير الحمد لله باقي عندي الموان دو طرافاي ديالي ومره هكا في الكوميديا ومره المهم بخير كومي. جوايز انيفيرسير اللي يلاه تزادوا. اخوكم مفروح مفركل وتكريتوا على شباكيه ورمضان راه خصناش نباركوا ليكم خصكم تقوا في الله. السلام عليكم واش مبروكه.